مهما كانت ثقافة النجم ومهما وصل لمركز مرموق، لكن بيجي عليه وقت يخاف يقول اسم والدته. وده حصل مع مين؟ حصل مع شريف مدكور. تعالوا نشوف ايه سبب خوف شريف مدكور انه يقول اسم الست والدته. نون ام الولدين، الصغير عمرو والكبير شريف، والكبير ده بقى هو اللي مسميها نون مع ان اسمها مش نون. والكبير ده برضو هو اللي شايف ان اللي ورايا دول صورتها مع ان مفيش ولا صوره فيهم صورتها. والكبير ده هو المذيع اللامع شريف مدكور. ازيك يا ماما؟ ازيك انت يا حبيبي؟ لا بس مش هقول لك يا ماما عشان ما اكبركيش. لا مفيش، لا ما تقول اي حاجه حبيب قلبي. اهلا بيك. الاخبار ايه؟ كله تمام؟ كله 100 100 الحمد لله. ايه بقى الصور دي؟ ازاي شايف فيهم ماما؟ لا هي ولا واحده فيهم ماما او مامي، انا بقول لمامتي مامي. بس كل واحده فيهم امي فيها حاجه منها. عشان كده انا اخترت الصور دي. والله يعني عينين مثلا شريهان، صوت ام كلثوم، قول لنا ايه؟ لا هي في اصاله ام كلثوم. وفي حنيه شاديه. وفي شياكه شريهان، في رقه ديانا. وفي قوه شخصيه وفي بعض الحاجات المتناقضه اللي في مادونا. ودايما بشوفها ام عروسه يا حبيبتي، عشان كده اخترت ان يبقى في صوره العروسه. طب ليه مسميها نون؟ عشان هي اول حرف من اسمها نون. طب ليه مش عايز تقول اسمها؟ في مجتمعاتنا الشرقيه ما بنحبش ساعات نقول اسم الست او اسم الوالده او اسم الزوجه. طب مش هي طلعت معاك قبل كده في التلفزيون؟ عمرها ما طلعت معاك في التلفزيون استاذه تفتحهاش؟ انا لا لا لا، انا برفض تماما ان اهلي امي وابويا واخويا والعيله بتاعتي انهم يظهروا معايا في أي حاجة عامة، حتى ما بنروح فرح بخش أنا لوحدي وهم لوحدهم. طب ليه؟ مش عايز أعرضهم لأي حاجة سيئة، إحنا عندنا في مجتمعنا كتير بنتعرض، أنا شخصياً بتعرض لحاجات مش لطيفة كتيرة، فمش عايز إن حد يشوف صورهم ياخدوا الصور دي يعمل بيها أي حاجة أنا ما أحبهاش ليهم، أنا يوم قررت أبقى مذيع أو دخلت في المجال ده وبقيت شخص يعني شوية مشهور أو ناس عارفاه، هتقبل اي انتقاد، هتقبل اي شتيمه، هتقبل اي سخريه، بس مش هقبلها على امي ولا على اهلي. طبعا طبعا، عشان كده صورتها ما حبيتش انها تكون محطوطه. طيب